السلام عليكم، ايه الدنيا؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده فيديو جديد في سلسله فيديوهات الساسكو سي اس. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن تاني ستيب لينا في الايميل بايب لاين الخاص بالساسكو سي اس، وهو الكونكشن فلتر. زي ما انتم شايفين الكونكشن فلتر بيتيك بليس بعد الريبيتيشن فلتر اللي شفناه في الفيديو اللي فات. بكل بساطه الساسكو سي اس يقدر يحدد هيأكسبت الايميل مسج ولا لا based على reputation score، ويقدر يأساين الهوست ده لسندر جروب. بعد كده يقدر يطبق عليه الميل فلو بوليسي المناسب ليه من خلال السندنج هوست او السندنج اي بي. ده السيسكو سي اس محتاج ان هو يتأكد من سلامة وصحة الايميل كونكشنز اللي جاية منه. ده بيتم عن طريق الكونكشن فلتر، عن طريق 3 methods اللي هم ال SPF وال DKIM وال DMARC. ايه هو ال SPF؟ ال SPF هو ال Sender Policy Framework، وهو بكل بساطة تكنيك او method بتستخدم عشان يتأكد من سلامة ال Sender Address، عشان يعمل limit لعملية ال Forget Sender، ويقدر يتأكد من سلامة الهوست اللي بعت له ايميل كونكشنز عشان يمنع عملية السبوفينج وعملية البيزنس ايميل كومبرومايز. طيب الـ SPF ده بيشتغل ازاي؟ بكل بساطة السيسكو سي اس اللي هو في الصورة اللي احنا شايفينها الريسيفنج ايميل سيرفر هيبدأ يستقبل الايميل كونكشن من السندنج ايميل سيرفر اللي بالاي بي 1.2.3.4. السيسكو سي اس هيبدا يكستراكت الريتيرن باث ادرس الخاص بالدومين ميل ده، والريتيرن باث ده هيكون بيحتوي على السندنج دومين. فالسيسكو سي اس ساعتها هيقدر يبعت ريكوست للدي ان اس سيرفر ويقول له بعد اذنك انا محتاج الاس بي اف تكست ريكورد اللي بيحتوي على السندنج هوست او الاوثرايزد سندنج هوست اللي مسموح له ان هو يبعت ايميل كونكشن on behalf الدومين ده، في المثال اللي احنا فيه اللي هو example.com. الـ DNS server هيبعت له response ويقول له ان الـ SPF text record بيحتوي على الـ valid IP's address 1.2.3.4 1.2.3.5 1.2.3.6. لو كان الـ sending email server اللي باعت email connection للـ CS موجود في الـ text record ده، ساعتها الـ Cisco CS هي accept الايميل كونكشن. لو ما كانش موجود هيبقى فيل، وفي نفس الوقت السيسكو سي اس هيكون بالضروره هيعمل دروب للايميل كونكشن ده بيست على الكونتنت فلتر اللي كونفيجرد على السيسكو سي اس والميل فلو بوليسي. ده بالنسبه للسندر بوليسي فريم ورك. طيب ايه هو الدي كي اي ام؟ الدومين كي ايدنتيفايد ميل، وهو مختلف في التكنيك بتاعه عن الاس بي اف. ده بيتحقق من السندنج ميل سيرفر، لكن عن طريق السيجنتشر اللي بتكون موجودة واسايند مع الايميل انفلوب. تعالوا بينا نشرح دي كي اي ام. بكل بساطة السندنج ميل سيرفر هيبدأ يعمل ساين للايميل مسجز اللي خارجة منه عن طريق البرايفت كي. السندنج ميل سيرفر بيكون عنده برايفت كي وبيبروبجيت البابليك كي ثرو دي كي او ام تكست ريكورد. البابليك كي ده هو البير الخاص بالدي كي او ام بروفايل اللي بيكون كونفيجرد على السندنج ايميل سيرفر. وعن طريق البرايفت كي ده انا هقدر اعمل ساين لكل الايميل مسج اللي خارجه من السندنج ايميل سيرفر. ساعتها السيسكو سي اس از ريسيفنج ايميل سيرفر هيقدر يستقبل السايند ايميل مسج دي ويقدر يكستراكت منها الـ DKIM signature. من خلال الدومين هبعت DNS request واقول له بعد اذنك انا محتاج التكست ريكورد الخاص بالـ DKIM الخاص بـ example.com كمثال. الـ DNS هيبعت الـ response ويقول له انت تقدر تعمل validation للمسج using الـ public key اللي موجود في التكست ريكورد ده، عشان يقدر الـ receiving email server
او السيسكو سي اس في حالتنا يستخدم البابليك كي ده ويقدر يفك السيجنتشر دي ويتاكد من سلامه المسج. لو المسج سليمه وما اتغيرتش هيقدر ياكسبت المسج والايميل كونكشن، لو مش سليمه هيبدا يعمل دروب للايميل كونكشن ده. طب ايه هو الدي مارك؟ الدي مارك بكل بساطه واختصار هو كومباينيشن من الاثنين، بمعنى ان بما ان عملت فاليديشن للهوست اللي بعت لي عن طريق الاس بي اف وعملت فيريفيكيشن وتحققت ان المسج ما اتغيرتش من خلال الدي كي اي ام، فبالتالي انا حققت الشرطين الخاصين بالدي مارك وكده هقدر اكسبت المسج بيزد على البوليسي والكونتنت فلتر اللي انا بعملهم على ريسيفنج ميل سيرفر او السيسكو سي اس في حالتنا. ده بكل بساطه الاس بي اف والدي مارك والدي كي اي ام. يبقى الاس بي اف بيتحقق من السندنج هوست من خلال الاس بي اف تكست ريكورد، وبيشوف هل الاي بيز والهوستز اللي موجوده في تكست ريكورد هي فعلا اللي بعت له المسج ولا لا. وكمان الدي كي اي ام بيتحقق من سلامه المسج، وبيقدر يعمل فاليديشن للمسج عن طريق فك السيجنتشر الخاص بالايميل مسج دي باستخدام البابليك كي اللي موجود في التكست ريكورد الخاص بالدي كي اي ام. بعد كده الدي مارك هيتحقق بما ان حققت الشرطين اللي فاتوا اللي هما الاس بي اف والدي كي اي ام. ده بكل بساطه الثري تكنيكس الخاصين بالاس بي اف والدي كي اي ام والدي مارك اللي بيستخدموا في الايميل اوثنتيكيشن او الدومين فيريفيكيشن. الثري تكنيكس دول بيحموني من الفيشنج، بيحموني من السبوفينج، بيحموني من البيزنس ايميل كومبرومايز، يحموني من الثريدز الخاصة بالسكام. تعالوا بينا في الجزء الثاني نشوف ازاي نقدر نعمل الفيريفيكيشن ده من خلال السيسكو سي اس. هنفتح البراوزر الخاص بينا، بعد كده هنفتح الـ SMA عشان نقدر نشوف المسج تراكنج الخاصة بالمسج اللي احنا اتكلمنا فيها في الفيديو اللي فات اللي جايانا من mindsploit@outlook.com والريسيبينت gsalama@mindsploit.net. السبجكت الخاص بيها اللي هو تيست ايميل، كمان السندر اي بي اللي احنا هنقدر نشوف هل هو الاثورايزد سندنج هوست والايميل مسج اتغيرت ولا لا. كل ده من المسج ديتيلز. طبعا الحاجات دي شفناها المره اللي فاتت، لاست ستيت ديليفرد، عندنا الانفلوب هيدر عباره عن ايه. اللي يهمني في الانفلوب هيدر هو الهيدر فروم اللي هيبين لي السندنج دومين اللي هو outlook.com، وكمان هيبين لي السندر جروب اللي هو الاكسبت ليست، وهيبان هنا في السندنج هوست سامري الاي بي ادرس الخاص بالسندنج هوست، الريبيوتيشن بتاعته زي ما شفنا في الفيديو الخاص بالريبيوتيشن فلتر، ودي السكور. شفنا في الفيديو اللي فات ازاي قدرنا ان احنا نشوف الريبيوتيشن سكور ونشوف السندر جروب الخاص بالاي بي اللي هو 40 92 75 51، وشوفنا الريبيتيشن سكور بتاعته بناء عليها طبقنا الفليو بوليسي اللي اسمها اكسبت. طيب دلوقتي احنا محتاجين نشوف الميل لوج او المسج لوج الخاص بالاس بي اف والكونكشن فلتر. عندنا اول حاجه بنمر بيها او بتمر بيها الايميل مسج هي الاس بي اف فيريفيكيشن، وطبعا بيتاكد ان الايدنتيتي mindsploit@outlook verified وجاي من identified او authorized host سليم. طبعا السيسكو سي اس بعت للدي ان اس سيرفر الخاص بيه وقال انا محتاج التكست ريكورد الخاص بالاس بي اف، ولما عمل تشيكنج على التكست ريكورد ده لقى ان الاي بي الخاص بالسندر هوست verified و authorized ان هو يبعت ايميل مسج اون بهاف outlook.com. عندنا الـ DKIM زي ما احنا شايفين باس سيجنتشر فيريفايد، وكمان الـ DMARC فيريفيكيشن باست.
طبعا بما ان ال SPF boss و ال DKIM boss فبالتالي ال DMARC هيكون boss. تعالوا نتأكد من سلامة الكلام اللي قدامنا ده عن طريق ال MX Toolbox. هنكتب MX Toolbox.com وبعد كده هنعمل MS Lookup على Outlook.com هيبان معانا اكتر من كرايتيريا هنختار من خلالها ان احنا نعمل لوك اب على التكست ريكورد الخاص بالاوتلوك دوت كوم هيبان معانا كل التكست ريكورد زي ما انتم شايفين ده الخاص بالاس بي اف ان شاء الله هنشوف ازاي نقدر نعمل تكست ريكورد خاص بالاس بي اف والدي كي اي ام والدي مارك ان شاء الله في الفيديوهات الخاصه بالاوت باوند لما نعمل الاس بي اف ريكورد والدي كي اي ام والدي مارك ريكوردز الخاصه بمانسبلويد دوت نت. طيب ازاي الساسكو سي اس بيقدر يعمل فيريفيكيشن على الاس بي اف والدي كي اي ام والدي مارك؟ ده بيتم من خلال جزئين. الجزء الاولاني من خلال الميل فلو بوليسي اللي بتطبق على السندر جروب اللي موجوده في الهوست اكسس تيبل على البابليك ليست، وزي ما احنا شفنا outlook.com الاي بي بتاعه كان ده وكان السندر جروب الخاص بيه اكسبت ليست. الاكسبت ليست زي ما احنا شفنا هنا كان متطبق عليه الاكسبتد ميل فلو بوليسي. لو احنا دخلنا عليها هنلاقي الجزء بتاع السكيورتي فيتشرز هلاقي فيها حاجه اسمها دي كي اي ام فيريفيكيشن وهي تيرند اون باستخدام الديفولت ميل فلو بوليسي، وكمان قدرت تعمل فيريفيكيشن على الاس بي اف من خلال الديفولت ميل فلو بوليسي، والدي مارك فيريفيكيشن برضو تيرند اون في المونيتورنج مود. طيب فين هي الديفولت ميل فلو بوليسي؟ اقدر اعدل فيها ازاي؟ اقدر اعدل فيها زيها زي الميل فلو بوليسي اللي قدامنا اللي هي اسمها اكسبتد، وده هنشوفه حالا دلوقتي بعد لحظات. لكن انا ممكن استغنى عن الديفولت سيتنج واقدر اعمل تشيك بوكس زي ما انتم شايفين في الوضع ده. بكل بساطه وادي الدي كي ام فيريفيكيشن، اقدر اعمل اون واستخدم البروفايل الديفولت الخاص بالدي كي ام فيريفيكيشن. يبقى كده جزء خاص بالدي كي ام فيريفيكيشن بيستخدم verification profile. هنبص عليه دلوقتي ونشوف ازاي نقدر نعمل بروفايل الخاص بالverification وايه هو تفاصيله. وعندي الجزء الخاص بالاس بي اف وهو الconformance level الاس بي اف باستخدام السندر بوليسي فريم ورك، وعندي كمان الدي كي ام verification في المونيتورنج مود. كل الحاجات دي اقدر اتحكم فيها من خلال الميل بوليسيز تاب. اقدر لو انا عايز اتشيك على فيريفيكيشن بروفايل الخاص بالدي كي او ام تحت الدومين كي هلاقي فيه حاجه اسمها فيريفيكيشن بروفايل، هلاقي الديفولت بروفايل اللي موجود او ان انا اضيف بروفايل جديد واستخدمه عادي في الميل فلو بوليسي اللي انا محتاجه. هضغط على الديفولت عشان اشوف السيتنج عباره عن ايه. هلاقي ان فيها شويه كرايتيريا بتقول ان السمولست كي تو بي اكسبتد 512 بت، اللارجست كي وده البابليك كي اللي بيكون بروبابيجيتد ثرو التكست ريكورد من خلال اي دي ان اس سيرفر، اكبر بابليك كي اقدر استخدمه ويكون اكسبتد بالنسبه لي هو 2048 بت. عندي الماكسيمم نمبر اوف سيجنتشر ان ذا مسج تو فيريفاي، اقدر اعمل فيريفيكيشن لخمسة سيجنتشرز بير مسج وغيره كتير زي ال SMTP action الخاص بال permanent failure. لو ال DKIM ال status بتاعته permanent failure فبالتالي اقدر accept message او اعمل reject ليها وابعت custom response code. ده بالنسبة لل verification profile الخاص بال DKIM. طيب بالنسبة لل DMARC، الدي مارك زي ما انتم شايفين في 3 بروفايل خاص بالدي مارك فيريفيكيشن بروفايلز، الانفورس والمونيتور والكارانتين. كل واحده من دول ليها الماتشنج كرايتيريا والاكشنز الخاص بيها.
طبعا احنا عاملين في الميل فلو بوليسي المونيتورنج بروفايل. ده بكل بساطه ازاي اقدر اعمل فيريفيكيشن على الاس بي اف لاي انكومنج ميل كونكشن، وكمان اعمل فيريفيكيشن على الدي مارك والدي كي ام. يا رب يكون الفيديو مفيد وواضح بالنسبه لكم، واشوفكم على خير.